الآن قاعد بحط مكونات الخلية وشايف كل حاجة بوضوح زي ما بنشوفها في الكتب، ولكن طبعا أفضل في الفي آر لأني بقدر أشوفها كل النواحي، وصراحة يصير ممتع أكثر لأنه الكتاب بنشوفه هيك 2D بس رسمة، أما هنا بنقدر نمسكه بدون ما يكون موجود فعليا، فصراحة تجربة حلوة كتير. بدأت إنه أحس إنه التعليم صار أسهل من قبل، لأنه كان الإشي شوي صعب إنه نفهم كيف يعني المجسمات تكون، بس في عالم الـ VR الكلاس روم عرفت كيف أفهمك، ودخلنا الإشي الترفيهي مع التعليم وصار أسهل علينا. الـ Virtual Reality Classroom هو أول صف واقع افتراضي على مستوى مدارس فلسطين، بيهدف بشكل أساسي إلى بناء نموذج محاكاة ممكن الطالب فيه ينخرط بعلوم المستقبل اللي حوله ويدرس ويفهم المناهج الدراسية بشكل تطبيقي أكثر. المواد الموجودة هي مواد متنوعة بتندرج تحت مظلة منهجية STEM، سواء كانت علوم هندسية، رياضيات وغيرها من المواد الموجودة، بجانب المنهاج الرسمي الوزاري المطبق في المدرسة. أنت عند بوابة كوكب العلوم، تمام؟ أول ما تفوت عليها البوابة حتفتح أوتوماتيكيا، تمام؟ Make me strong.